السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني ومع سؤال أمة الله. طبعا هو السؤال الحمد لله إن هي عرفت إن هو يكاد يكون نفسي أو وهم زي ما هي ذكرت، لكن أنا يعني موضوع إن أنت تحب شخص أو تكره شخص ما أظنش إن هي دي عملية سوية نفسيا. طيب أنا عشان أحب حد يبقى أكيد بشوف في وش القبول، ممكن تحب حد اول ما تشوفه وده غالبا بيحصل في الوجه المدور، ممكن الوجه الناري اللي هو المثلث ما يعجبكش في بعض الاحيان من تصرفاته، بتحس ان دمه تقيل او غيره. طيب بالنسبه للحاله اللي فاتت او اللي اتصلت معانا انا في الله، انا عايز اقف عندها واقول يا جماعه مش كل حاجه مس ولبس وسحر، مش هي دي الشماعه اللي هنعلق عليها هموم الدنيا كلها. الفرق بين المس والسحر واللبس والنفسي ضئيل جدا، ومن هنا بقول وبناشد وكذا مرة نقول برضو وناشد يا جماعة، الدكتور النفسي اللي يحس ان حالة مش مشخصة نفسيا ولا وسواس قهري ولا الكلام ده كله يبدأ ان هو يقول لها ممكن تشوفي موضوع الرقية الشرعية مش هيك. وفي البنب التاني الشيخ اللي يلاقي الموضوع مجرد ما هو قرأ الرقية الشرعية على الحالة او على الشخص ولقى الموضوع ينفرد بيه ان هو نفسيا ما يعملش فيها دكتور نفساني، ما يعملش فيها دكتور ولا يعمل فيها استشاري ولا يقول لها عاجبك مش عارف بايه، على طول يقول الموضوع مش بتاعي، ان هي تروح تتجه ويقنع اهل المريض بكده. يعني يقنع اهل المريض يا جماعه موضوع ابنكم او بنتكم نفسي، ودوه لحد نفسي يفهم الصدمات النفسيه وتاثيرها، يعمل معاك نفس موضوع المس واللبس لولا المعالج الشاطر اللي يفهم. يعني لولا المعالج الشاطر اللي يفهم ببعض الحركات ببعض الكلمات ببعض تصرفات، فنخلي بالنا من الموضوع دوت. نرجع لموضوعنا الابتسامه، احنا قلناها خلي بالك في حد يحبه نبص له او نشوفه اللي هو الدقن اللي فيها النغزه الجميله اللي بتحب نشوفها وتحب اصحابها نقول الله وش الجميل بسبب النغزه دي، يعني نغزه الدقن بصوا دي جميله سواء في البنت او في الولد دول نحب نبص له قوي. خلي بالك صاحب الدقن ديت عنده بقى ايه نزعة غرور شوية بتعدي منه ساعات ممكن للأنانية، يعني اللي عنده الحتة دي وانت متجوزاه على طول كده في الحقيقة تقولي له ايه يعني البيت ضلمة من غيرك، والله ما تقوليش بقى هات عشا وتعالى، احنا مفتقدينك والولاد بيسألوا عليك عايزين بس بعت لنا عشا معاك، اديله الحتة بتاعته. يعني صاحب الدقن دي اديله الحتة بتاعته، حاولي تحافظي عليه وعلى كيان غروره، هو بيميل للغرور اسف، بس ممكن يعدي معاه، يعني يعدي معاه الانانيه في حاله ان هو بقى ايه يعني دخل بعد الثقه بالنفس طبعا الغرور، وبعد الغرور دخل في الموضوع الكبير شويه. طيب يبقى نخلي بالنا اللي نتعامل معاه، والدقن دي موجوده كتير قوي عندنا موجوده بكثره، نحاول ان احنا نبقى قريبين منه ونديله الحته بتاعته اللي هو ايه المدح شويه. بارك الله فيك، شكرا على اللي انت عملته، والله من غيرك كان الموضوع مش هينفع، والله من غيرك القعده ما كانتش كويسه، والله تصدق الموضوع ده انت افدتني فيه جزاك الله خيرا انت كويس، الحته دي بتاعته هو يزيد معاك، وفي نفس الوقت هو تشبع منك لان هو بيميل للغرور شويه، تشبع منك هيبتدي يديلك ايه حتتك. طيب لو قلنا بقى ان في ابتسامه بس الابتسامه يصحبها الدقن المايله، يعني الابتسامه بس في دقن بتبقى بزاويه كده بنوع الوش المعوج، هو مش معوج هو طبيعه الوش كده، هنشوفها برضه دلوقتي اللي هي بتبقى بارزه للدقن الامام شويه كده بس بتبقى مايله. خلي بالك صاحب الدقن الجميله دي بيبقى قاسي وعدواني بس عنده حاجه جميله جدا، بيهتم باهدافه وطموحه وبغض النظر عن المشاعر. يعني ما يبقاش حد عندنا بالدقن دي ويقول له ايه عشان خاطري ما تسيبنيش ده انا هنجرح، لا انا هسيبك وينجرح، انا اهم حاجه عندي المصلحه. طب عشان خاطري عشان خاطر الولاد ما تعملش كذا، لا الولاد في داهيه انا هعمل كذا. يبقى الحل ايه؟ نقول له حتى لو كملت مع الاولاد هتوصل لهدفك بسرعه. لو كملت مع اللي بتحبك هتوصل لهدفك اسرع، هتديك الدفع، هتديك الحب، هتديك الجانب اللي انت محتاجه. نشوف التعامل ازاي ونعمل زي ما احنا قلنا على طول نخلي معانا القانون اللي نمشي بيه، الشيء وضده، الشيء وضده، انت مغرور هديك حتتك، انت اناني هديك حتتك، انت غيور هديك حتتك. نحاول نتعامل، ما ننساش القوانين اللي بنقولها، وحاولوا يا جماعه تركزوا في اللي احنا بنقوله، لان المشاكل بتيجي يعني الحمد لله بيحصل فيها تعديل لكن مش القوي، يعني مش القوي، لكن موضوع
زي الاخت اللي اتصلت من شويه، الموضوع من البدايه يكاد يكون نفسي كان هيتحل بسرعه، ولا كان هيبقى في طلاق، ولا تبقى مطلقه، ولا مثلا حد هيعاملها ان هم بيستهيفوها او كده. لكن ممكن يكون بعض الحالات اللي زي كده بتقابلنا بيحاول يجذب انتباه الاخرين اليه. يعني في من ضمن الدوافع اللي الجسم بيعملها ان انت ممكن يجي لك عصب سابع، ممكن يجي لك شلل مؤقت، ممكن يجي لك رعشه رهيبه، ممكن يجي لك صداع مستمر، ممكن تجي لك اي حاجه عشان تجذب حب اللي حواليك فتشبع منهم انت وتشبع ذاتك الداخليه وبعد كده تفوق. يعني ما نستغربش ان الكلام ده، يعني ممكن انت تكلم نفسك عشان تصعب عليهم، ولا فوق حرام بيكلم نفسه جاله العصب السابع يا حرام، ويتعاملوا معاك برفق ويتعاملوا معاك بليل، فتلاقي سبحان الله العمليه ابتدت تفك. خلي بالكم من المواضيع دي يا جماعه، الموضوع النفسي يكاد يكون صعب، ويكاد يكون في نفس الميزان اللي هو العلاج السحري والقران والكلام زي كده، بس النفسي تقريبا بيبقى عندنا احنا اكتر شويه يعني. طيب زي ما احنا موجودين، خلي بالك من اللي هقول لك عليه ده، لان تقريبا الكلام ده مش بصور، لكن انا احب ان انت تتدرب عليه. في بعض الجبهه اللي بتبقى عاديه جدا زي جبهتنا كده العادي دي خالص، بس منتفخه في الوسط، منتفخه في الوسط. فتخلي بالك ان صاحب الجبهه المنتفخه في الوسط هو كل تركيزه وتفكيره هو حول نفسه، وعشان خاطر نوصف اكتر هيظهر قدامنا اللي هي ظهرت حالا اللي هي الصوره. بص الجبهه اللي هي اول جزء من فوق، المشاعر بتبقى في الجزء الثاني اللي تحت ما بين المناخير والحواجب. طيب المنطقه السفليه دي بقى اللي هي البطن والجاذبيه والتعليق، ده يبقى احنا كده الوش عندنا متقسم لثلاث فقرات، متقسم لثلاث فقرات. يبقى لو انت معايا والصوره موجوده زي ما هي، تخيل صاحب الجبهه دي بالثلاث اربع حاجات اللي هنقولهم دلوقتي. عنده الجبهه اللي في النص فيها انتفاخ، فيها انتفاخ بسيط جدا. الانتفاخ ده اللي هو بيخلي الشخص نفسه اول ما نشوف القوره فيها انتفاخ نعرف ان هو كل تصرفاته حول نفسه، يحب يهتم بنفسه، يهتم بلبسه، ويكاد يجيبه غالي شويه، ويكاد يجيبه ان هو يصرف مش مهم، وبيكون وصولي. يعني اللي زي ده بيكون وصولي، يعرفك عشان ينجح هو، يعرفك عشان خاطر هو عايز منك فلوس. يعني وصولي، صاحب الجبهه العريضه المنتفخه بيكون وصولي، بيكون ايه؟ وصولي. طيب لو قلنا صاحب الجبهه المقوصه، في الجبهه المقوصه بتبقى جايه بزاويه من فوق وتحت. الجبهه المقوصه كل مشكلتها ان هو بيتميز صاحب الجبهه المتقوصه ان هو عنده سلبيه. يعني لما تشوف حد من طفوليته عنده بيركن على جنب او مش عايز يتكلم مع حد وعنده عزله وعنده انطوائيه، ركز في الجبهه بتاعته هتلاقيها الجبهه مقوصه. يبقى المقوصه دي رغم ان هو عنده طيب، طيب يعني هو عنده طيب، طيب غير الطيب، الطيب ده ان هو فعلا يعني طيب الطويله في كل حاجه، بيبقى طيب كده وهادي وجميل وراسي، لكن هو الجبهه بتاعته تحس انها طالعه لبره كده اللي هو ايه؟ المقوصه. طيب الجبهه المربعه النحيفه، الجبهه المربعه النحيفه دي صاحبها بيتعكس حيويته ان هو عنده خيال، زي ما قلنا في البدايه عنده خيال واسع وكبير. طيب بالنسبه للخيال الواسع والكبير هنشوف دلوقتي حالا قدامنا الوجه المثلث. الوجه المثلث ده يمكن بين الخطوط معانا طبعا تركزوا فيها شويه. الوجه المثلث دوت اي حد عندنا بالصفات دي تعرف ان هو ده عاقل وبيفكر بس سريع، وخلي بالك ده منظم، وخلي بالك يقدر يقنعك، بس المشكله ان هو بيفتقر الواقع، ما عندهوش اهميه بالواقع، الواقع بالنسبه له مش مهم. يعني الواقع بالنسبه له مش مهم، وممكن يكون غير عامل شويه، يعني هو شوف متوقع وفاكر وبيفكر وسريع وبيسرع اكتر ومنتظم، بس مشكلته ان هو بيفتقد الواقع، ممكن يكون الواقع بالنسبه له هو ايه؟ الحاضر مش مهم بالنسبه له. مش مهم الحاضر، المهم ان انا سريع، ممكن حد شتمني اشتمه بسرعه، عنده سرعه رد فعل، ده بالنسبه للوجه المثلث. طيب الوجه المربع برضه هنشوفه قدام حضراتكم دلوقتي، الوجه المربع اللي احنا بنقوله بقى ده الوجه العسكري اللي هو ستريت، لا يهتم بالعواطف، يعني مش مهم العواطف، واقعي زياده عن اللزوم. بالنسبه للوجه المربع عملي جدا 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 جدا، يعني الوجه المربع ده معظمه في العسكريين زي ما انتم شايفينه برضه بالظبط قدامنا كده، لا يهتم بالعواطف، واقعي عملي جدا جدا جدا، ويتحمل المسؤوليه وينجز العمل كمان، يعني بيتحمل المسؤوليه وينجز العمل. يبقى اللي زي ده احنا ما نبصش معاه على المشاعر، ما نبصش معاه ان هو
بيقول ايه وبيعمل ايه، لكن هو من نفسه بيتهتم بالعواطف، يعني هو بنفسه بيهتم بالعواطف. يبقى الوجه المربع بيهتم بالعواطف، واقعي عملي جدا، يتحمل المسؤولية وبينجز المهام، في نفس الوقت بيحب ياخد حتته اللي هي الميل للغرور، بس قليل قوي، قليل جدا في الوجه المربع. يبقى الوجه يحفظ الوجوه اللي احنا بنقولها عشان تعرفوا تتعاملوا مع كافة انواع الوشوش في علم الفراسة. طيب لو قلنا الوجه المدور، الوجه المدور ده سبحان الله الوحيد اللي ينطبق عليه جميع الصفات، اللي هو الوسط، يعني هو عاطفي ومش عاطفي، حنون ومش حنون، يهتم بالعلاقات الاجتماعية، وغير كده كمان عنده ميزة ان هو بيتكيف على اي وضع. لو اترمى في صحراء يتكيف، لو اترمى في شغل مدير ادارة يتكيف، لو اترمى بعد مدير ادارة فراش يتكيف، يعني ده ميزة من ضمن الميزات ان هو بيتعامل بالعواطف وبيتعامل بالواقعية وعملي جدا برضه، نفس موضوع الوجه المربع. طيب يزيد عليه ان هو كل مشكلته ان هو لو اترمى في اي مكان يشتغل، ولا يهتم طبعا، لا بل بالعكس ده بيهتم بالعلاقات العاطفية وبالعلاقات الاجتماعية. يبقى هو كمان ويكيف على الاماكن اللي موجود فيها، ركز في المدور كويس، الوجه المدور ركز فيه كويس، بيهتم بالعواطف ويزيد كمان بيهتم بايه؟ بالعلاقات الاجتماعية. طيب الوجه البيضاوي شطرة بسيطة جدا بينه وبين المدور، يعني الوجه البيضاوي شطرة بسيطة جدا بينه وبين المدور. الوجه البيضاوي ظهر قدامنا عاطفي مثالي، برضو متكيف على الاوضاع بسرعة، بس احلى حاجة عنده طموح، يعني احلى حاجة عنده طموح، وبتلاقيه لبق، تقول ايه ده، ايه الجمال ده، ده لبق في اسلوبه، ده لبق في كلامه، ده كويس، ده حاجة جميلة جدا، ده حاجة كويسة. يبقى البيضاوي والمدور ينطبق عليهم صفات قريبة من بعض. طيب بالنسبة لعلم الفراسة اللي احنا قلناه ده كله، تقدر بعد كده تتعامل مع الناس في الوشوش، الوش شكله ايه، وضعه ازاي، نعمل فيه ايه، ونراجعه ازاي، مجرد نبص في الناس. وخلي بالكم اللي بيتعلم علم الفراسة يا جماعة بيبقى صعب، بيبقى ماشي في الشارع سبحان الله، يعني ايه راحة وجاية، الجبهة دي عريضة، يا سبحان الله، الله يكون عون في جوزك، الله يكون في عون جوزك منك، والعكس صحيح، يعني اللي بيتعلم العلم ده بيبقى صعب جدا. طيب معانا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم اسلام؟ عندي الله يخليك يا فندم، لو سمحت يا دكتور كان عندي استشاره صغيره كده، كنت عايز راي حضرتك فيها. اتفضل. انا لما اجي مثلا في مشكله او حاجه، موقف صعب مثلا في الحياه، ما مش عارف اتعامل فيه، بتوتر نفسيا ومش عارف اتعامل، او مش عارف ادافع عن نفسي، او مش عارف اخد حقي بالكلمه. عندك كم سنه يا اسلام؟ انا 30 سنه بقى. شغال فين يا اسلام؟ انا شغال مهندس يا فندم. مهندس؟ اه. اتفضل يا اسلام كمل. 30 يا دكتور، 30. اتفضل يا اسلام كمل. مش عارف يعني اتكلم مع الناس، او مش عارف اتكلم مع الخصم اللي قدامي، مش عارف اتعامل معاه، مش عارف اخد حقي منه، ممكن هو يغلبني بطريقه كلامه، فده بيتعبني، بيوترني اكتر، يعني ياخدني مثلا بالصوت اتوتر، مش عارف اتعامل معاه خالص. طيب كنت عايز من حضرتك بتتفرج علينا يا اسلام؟ يا دكتور حضرتك بتتفرج علينا؟ ايوه يا دكتور. متابع البرنامج يعني؟ مش سامع حضرتك يا دكتور. حضرتك متابع البرنامج؟ ايوه يا دكتور طبعا. طيب ان شاء الله نحاول ان احنا نستاذن الاستاذ المعد ان احنا اخر فاصل اللي هو تقريبا نص ساعه نعمله الثقه بالنفس، لان نقدر نلم موضوع الثقه بالنفس تاني. طيب معانا اتصال تاني، السلام عليكم. عليكم السلام. معانا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا دكتور. اتفضلي يا معانا. لو سمحت يا دكتور انا عندي مشكله كده، يعني لو ما اتحلتش يعني تقريبا بيتي يتخرب يعني. لا 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 مش هنرضى خراب بيتك طبعا، حلايك ان شاء الله. اتفضلي يا دكتور. انا كنت مطلقه. وبعدين قعدت 17 سنه، يعني كنت متجوزه في الارياف صغيره. تمام. وبعدين المهم يعني ما وفقتش مع جوزي الاولاني، وبقالي 10 سنين دلوقتي متجوزه راجل محترم قوي يعني. كويس.
في ال10 سنين ده يا دكتور لو قلت لك ولا غلطة ولا يعني ما فيش أي غلطة صدرت منه، منتهى الاحترام والأدب، وكنا عايشين سعداء جدا لدرجة الناس كانت بتحسدنا يعني. لو لسه هقول لك نمسك الخشب أهو، كملي بس. فالمهم يا دكتور، من سنة كده اكتشفت انه بيتكلم مع واحده، يعني هو ما عندوش لف ودوران، سمعته بيتكلم مع واحده كده في الشباك وانا بحضر الغداء. انا حسيت ان هي حاجه مش لطيفه. هو راجل كبير يعني وليه بيت اولاني. هو ليه بيت اولاني؟ ليه بيت تاني؟ يعني الاول بيت اولاني والثانيه الثانيه. تمام يا فندم. فانا يعني هو راجل يعني فاضل جدا، فانا الصدمه يعني جالي صدمه جامده قوي لما لقيت. المهم بحثت عن الموضوع وعرفت ان هي بنت كوافيره كده يعني في حته شعبيه جنبه، قالوا قد بنته بالظبط، وقعد 4 شهور. هو صارحتي بقى قال لي انا قعدت 4 شهور اكلمها وبس حاجه بسيطه، والله ما عملت حاجه غلط وحلفي، لان هو راجل متدين يعني. بس هي بتراودني على طول وبتكلمني وانا ما حبيتش اكسفها، وكان عندها ظروف. المهم انا كلمت البنت لقيتها حاجه لوكال قوي قوي يعني، يعني حاجه ما اقولكش الله يسهل لها يعني. مش لوكال ازاي يا مهنه؟ لوكال ازاي؟ الاسلوب بتاعها يختلف عنك في ايه؟ اسلوبها يختلف عنه وعني يعني. حتى انا كمان شفتها حاجه يعني من، والله يا دكتور حاجه يعني اقول لك استغربت حتى المنظره يعني. انا وقعدت معاها بقيت قلت له انا قصرت في ايه؟ فالمهم ان هو قال لي غلطه وخلاص، واختصارا للكلام غلطه، وهو اثبت لي انها غلطه، وانا متاكده ان الموضوع ده انتهى يعني، لان هو برضه شتمها قدامي. المهم وعمل حاجات كتيره جدا. المشكله اللي عندي دلوقتي يا دكتور ان انا عايزه الموضوع ده عدى بقاله سنه وشهرين وانا متاكده ان مفيش اي حاجه، عايزه اشيل الفكره دي مسيطره يعني. اقل حاجه بتلكك له ما كناش كده يعني، الفكره دي على طول في عينيا وانا قاعده معاه وانا باكل وانا بشرب، على طول الموضوع ده مش عايز يطلع من جوايا لدرجه فصل الدكاتره نفسيا، لان كانت صدمه كبيره قوي لان انا كنت بحبه جدا. نفسي اتخلص من الموضوع ده. انا يعني عايزه اقول لك ان انا متاكده ان هو خلاص الموضوع ده، لان هو مش طبعه كده. بس مش عارفه اتخلص من الفكره دي، وطول ما انا قاعده متخيلاها وبستعيد من الشيطان وانا نسيت منطقي يعني وبصلي وكده ومفيش فايده. اصحى من النوم الفكره قدامي، انام الفكره قدامي. اسالك سؤال؟ اسالك سؤال؟ حضرتك تسالني سؤال؟ هسالك سؤال. الموضوع ده بيجي لك على طول بشكل دايم قبل ما تنامي؟ وبيجي لك على طول؟ مع اصحابي اقعد ابحث عن عايزه اكلمهم عن الموضوع ده، حتى اصدقائي نفسهم زهقوا من الموضوع ده، قلت خلاص بقى يعني الراجل اعتذر لك وغير لك عفش البيت وعمل حاجات كتيره وعمل المستحيل عشان ان انا ارضى. ما فيش. طب لما رحت للدكاتره النفسيين قالوا لك ايه بالظبط؟ قالوا انك انت خدتي صدمه جامده جدا جدا. صدمه؟ قالوا لي خدت انت واخده صدمه. انا بقيت كويسه، ده انا كنت على طول منهاره وبعيط وكده. طيب بص، هو حاليا اللي تبقى منه الصدمه ينطبق عليه الوسواس. فاحنا قلنا قبل كده هو جاي لي بقى عارف يا دكتور، اصحى من النوم المنظر قدامي، انام المنظر قدامي، اتلكك له على حتى لو ما ردش على التليفون اتلكك له على اي حاجه واقول له انت عملت وانت عملت. هو دلوقتي بيقول لي التعب اللي عندك اتنقل لي، انا خلاص ما عادش عارفه ردت ازاي. طيب وما عرفتيش تجيبي لي السيره دي، المفروض السيره دي ما عرفتيش تجيبيها لي. اول حاجه يا مهنا هتعمليها على طول ان انت مش هتتكلمي في الفكره دي مع حد. خليكي معايا وتهملي الفكره. طب اقفل واكلمك ولا اتفضلي لو عايزه تسمعيني من التلفزيون يا فندم اتفضلي. طيب بصي يا مهنا، هو اول حاجه انت هتعمليها عشان تريحي نفسك شويه، يعني تريحي نفسك شويه وتبتدي تغيري من التفكير السلبي اللي موجود عند حضرتك. هي اول حاجه حضرتك هتعمليها هتكتبي المشكله على ورقه وبكل قلب وبكل حرقه، تكتبيها كامل زي ما بتحبي تقوليها كده، وتقرري جواكي ودي اخر مره هتتكلمي فيها في المشكله، واكتبيها كويس باللي هو الشكل اللي انت ما بتحبيش ترجعي لها تاني، وقطعيها. وايه؟ وقطعيها. بعد ما تقطعي المشكله كل ما تيجي في دماغك اهمليها. اول ما تيجي تفتكر الموضوع قولي لا هو الحمد لله غير لي عفش بيتي، والحمد لله دلوقتي هو منضبط معايا وكويس، انا هتنرفز عليه ليه؟ طيب جات لك الفكره اللي انت هتنرفزي عليه، امسكي التليفون اتصلي قولي له بحبك وحسيت وحشتني فاتصلت بيك. ابداي اعملي عكس اللي انت حاسه بيه اللي هو مش كويس. لو انت عملت القانون اللي هو الشيء وضده هتتغلبي على الوسواس
اللي موجود، لان هو مش عايز اقول لك ان هو في البيت، لا هو بالفعل موجود وانت بتفكري فيه لكن تقدري تسيطري عليه. يبقى اول حاجه تعملي المشكله في ورقه تكتبيها وتقطعيها وترميها، ان انت مش هترجعي لها تاني، عشان بس تعملي اشباع لنفسك الذاتيه ان انت تحكي. وطبعا انت اللي تحبي تقولي كل على طول ان هي لوكال، ان هي لغتها وحشه، ان هي ازاي ده مش مستواه، ازاي هو بص للكلام ده، كل ده غلط. انت كل ما بتتكلمي وبتزودي الحاجات دي بتكبر في العقل اكتر. لكن الموضوع اللي احب الفت نظرك ليه، ان انت تحاولي تشوفي هو ليه دي اعجبته او اتكلم معاه، رغم ان هي لوكال، او زي مثلا ما انت بتقولي بيئه، او مثلا اللي هو اللغه بتاعتها تختلف عنك او اسلوبها. خلي بالك ان الوتر ده هو اللي عمل الرابط بينهم، فربما يكون انت برضو ينقصك بعض اللمحات الايجابيه في اللغه. يعني مثلا لو هو شغال بره البيت على طول اكيد بيسمع الالفاظ دي او بيسمع الكلام دوت، فتحاولي ان انت يبقى من فتره للتانيه على الاقل ملمه بالاوضاع الخارجيه، ملمه بالاوضاع الخارجيه. خلي بالك من النقطه دي، تبقى ملمه عشان خاطر يبقى هو عنده الاشباع الذاتي والحب يزيد ويكبر، ويفضل الناس برضه تحسدكم، واحنا عايزين بقى بعد كده نحسدكم لما ان شاء الله تتغلبي على المشكله. يبقى اللي هتركزي عليه اكتر من موضوع الورقه وتقطعيها مره واحده فقط لا غير، هتركزي اكتر على اول ما تجيلك الفكره تهمليها. تاني حاجه، اول ما تحبي ان انت تتكلميه او تتصلي عليه وعايزه تزعقي معاه وتتخانقي وتفتكري الموضوع وعايزه تقولي له بقى ما انت عملت وانت وانت والكلام ده كله، اعكسي الرد على طول. اعكسي الرد، انا بحبك، انت وحشتني، عايزين نخرج، ترجع على الغدا. خلي بالك من النقطه دي عشان الموضوع ما يكبرش. طيب بالنسبه طبعا احنا بنتكلم في مشاكل اسريه والفراسه، رغم ان انا كنت قاصد فعلا ان انا اجيب موضوع الفراسه عشان نعرف نتعامل مع الناس ازاي ونشوف الوضع ايه ووضعه يختلف ايه. بما ان الفراسه، كان هحكي لكم قصه جميله قوي كان حكاها الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه والشيخ عمر الكافي. طيب معانا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا استاذه اميره. حضرتك يا دكتور، انا حاسه ان انا عندي مرض نفسي يعني، وعايزه احكي لحضرتك. اتفضلي يا فندم، بس عندي كام سنه الاول؟ انا عندي 15 سنه. 15 بتدرسي؟ نعم. في دراسه؟ ايوه اكيد. في ايه بقى؟ ايوه انا في دراسه. طيب ماشي. انا في ثالثه اعدادي. طب اتفضلي يا فندم. طب بس وقت التلفزيون. حاضر. اسمع حضرتك. اتفضلي يا فندم. انا من سنه اولى ابتدائي، ويعني انا بطلع الاولى او الثانيه يعني في مستوى دراسه عالي. والحمد لله يعني اساتذتي بتفتخر بيا وماما وبابا والحمد لله. الحمد لله. فحضرتك يعني انا جبت سنه اولى اعدادي، وطبعا يعني شفت ناس اكتر وصاحبت ناس اكتر وتعرفت على ناس اكتر، بس يعني شفت ناس قديمه وتعرفت على ناس جديده. فحضرتك انا كان عندي كم تفاؤل غير عادي، والمدرسين بتوعي دايما كانوا بيرسموا لي الامل، وماما كانت دايما مهتمه بيا وما زالت يعني لحد الان الحمد لله. فكنت دايما عندي كم تفاؤل غير عادي وكم امل غير عادي. بس حضرتك جيت فجاه، ويعني انا جيت فجاه وانا بحب الرياضيات جدا، جيت فجاه صحابي شافوني بحب الرياضيات وكده يعني الحمد لله. بعدها بسنه يعني صحابي في ناس صاحبوني ما كنتش اعرفهم، ناس بقى ايه رسموا لي تفاؤل بقى ورسموا لي دنيا وحشه كده، وما بقيت عندي تفاؤل زي الاول، ودايما بشوف كل حاجه وحشه يعني مش عارفه اعمل ايه. دايما يعني انا رسمه طموح كبير قدامي، يعني هما سأموني من الطموح دوت، بينزلوا من معنوياتي دايما. يعني نقول ان هما متشائمين، وهما انت دلوقتي بقيت زيهم متشائمه. حاجه زي كده. طب كملي. وبس يعني فحاولت ان انا ابعد عنهم شويه او اقتصر شويه، بس المشكله ان انا يعني كل ما بشوفهم كل ما عيني بتيجي عليهم، بس بتكون الدنيا وحشه جدا وبتكون كل حاجه وحشه. يعني لو حافظه ممكن انسى، هم اصحابي في الفصل وقاعدين جنبي في نفس الدكه، ودايما بيحبوا يكلموني، حتى لو حضرتك حتى لو خطموني بيحبوا يكلموني بس عشان يسألوني بس كده. فانا مش عارفه اعمل ايه بجد. طيب ماشي، انا هقول لك تعملي ايه بالظبط، بس تعملي الخطوات بالظبط يعني. ماشي يا امير. طيب معانا اتصال تاني، السلام عليكم.
السلام عليكم. الاتصال قطع. طيب بالنسبه لاميره، بالنسبه لاميره، طيب بالنسبه لاميره طبعا بما ان هي يعني على السن اللي الجميل اللي هي فيه وعلى الوضع دوت، ان هي انا بعتبرها ورده في وسط بستان، فلازم الورده اللي في وسط بستان تكون فعلا في وسط صحبه ورد. يعني لازم تشوف اصدقاء غير الاصدقاء بتوع دول يا اميره او غير اصحابك، ولازم ما تتخليش عن مبادئك، ولازم المحيط اللي حواليك ما ياثرش فيكي. يعني لازم المحيط اللي انت فيه ما ياثرش فيكي، وده يمكن برضو الناس في الثقه بالنفس قبل كده، ان انت لازم تبقي واثقه من ربنا على الاقل في تفاؤله بالخير تجدوه، ولازم تكملي في دراستك. انما ان انت عامله رابط مع اصحابك ان انا كل ما اشوفهم ابص عليهم افتكر التشاؤم، وافتكر ان الدنيا سودة، وافتكر ان الدنيا مش كويسه، وافتكر ان بكره مش كويس وبكره مش احلى، لا. اولا هتحاولي. طيب معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا دكتور. اتفضلي. باذن اذنك. والله ازاي نتعامل بس مع الشخص الالماني اللي انت اتكلمت عليه من شويه، اللي هو متحملش المسؤوليه. ازاي نتعامل معاه؟ وهل ممكن هو يقدر اللي قدامه؟ طيب يعني المواصفات اللي احنا قلناها ان يوسف فعلا موجوده؟ صح. لا يعني صح. يعني موضوع الفراسه ينفع الناس تاخد بيها من يوسف؟ ينفع جدا. طب شكرا. طيب قولي لي يا مولاي، انت عايزه تعرفي ان اللي هو ما بيشيلش المسؤوليه؟ ايوه. والاناني هل ممكن يخبر؟ والاناني؟ طيب دي الموقف ماشي معاكم ازاي يا مولاي قبل ما انا اقول الاوصاف دي؟ لا ده حضرتك قلت. يعني ده حضرتك قلت. يعني انت حسيتي ان هو اناني وحسيتي ان هو بيهرب من المسؤوليه؟ ايوه، خصوصا بالمسؤوليه اللي قدامه، لما يحس ان قدامه عاوز يحمل مسؤوليه فيهرب، لكن لو مسؤوليه خاصه بيه مفيش مشكله. طيب بيواجه المشاكل ام يوسف ولا مش بيواجهها؟ لو خاصه باللي قدامه بتفضل تقيله عليه. لو خاصه بيه هو؟ عادي. برضه بتبقى تقيله شويه، بتبقى تقيله برضه، بس يعني بيحاول، بس بتبقى تقيله فعلا برضه. وبرضه بيصرف على نفسه كويس يا ام يوسف؟ لا عادي. لا هو كريم بصراحه. يعني بلاش دخل، يعني زي ما احنا قلنا بالظبط. بالظبط بالظبط. حاضر يا ام يوسف، هفيدك ان شاء الله. شكرا. ماشي يا ام يوسف. طيب نقول لاميره، انت لازم يا اميره تبقي واثقه في الله عز وجل ان انت تكملي في التفاؤل بتاعك، وكل ما تشوفي اصدقائك تحاولي من جواكي تعملي، او حاولي وانت اول ما تشوفي اصدقائك اعملي اي حركه كده في ايديكي او دوسي على ايديكي جامد وتقولي لا انا متفائله. يعني تحاولي تعملي اي حركه، تمسكي مثلا ايدك بايد ثانيه او تدوسي على ايديكي جامد قوي كده تقولي لا انا متفائله، او دوسي على اسنانك. طيب احنا مع اميره ومع ام يوسف، وهنطلع فاصل ونرجع لكم في علاقات اسريه كامله والفراسه. لون جديد للحياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم ومع أميرة. وأميرة تركزي معايا جامد كويس. أميرة لازم أول ما تشوفي أصدقائك أو أول ما تشوفي التشاؤم أو أول ما تفتكري موضوع التشاؤم، حاولي ترجعي نفس الحركة اللي كنت هتدوسي على إيديكي أو تدي صبعك أو تمسكي إيد بإيد، اللي هي التفكير النفسي. أنت من هنا عملت رابط ليكي إن أنا لا، أنا هتفائل، أنا هتحدى، أنا هوصل لطموحي، مش هما دول اللي هيغيروني. هتكرريها 3-4 مرات، بعد كده الموضوع هيبقى مجرد ما انت هتشوفيه هتلاقي العقل لوحده كده، وانت دايسه على ايديكي وانت ماسكه الايد الثانيه حسب الحركه اللي انت تعمليها. لكن حافظي على تفاؤلك، حافظي على ثقتك بنفسك، حافظي على المستوى اللي انت فيه. ولكن هنا احنا في الثقه بالنفس قلنا وسع دايره اهتماماتك، وسع دايره اهتماماتك عشان تجيب اصحاب زياده وتكسب اصحاب كتير، ويبقى من شخصيتك من شخصيتهم وهم منك. هنا في الحاله اللي انت فيها ومعظم المتشائمين، حاول ان انت تقللي اهتماماتك بيهم. حاول ان انت الاتصالات تكون على قد السؤال والجواب، ما تحاوليش تتكلمي معاهم في تفاؤل عشان هما ما يتكلموكيش في تشاؤم. اشغلي المواضيع، تكلمي في مواضيع بعيده، ما تحاوليش ان انت تخليهم يسيطروا عليكي ويبقوا هما صحاب بقوه.
طيب بالنسبه للحاجه ام يوسف اللي اتصلت بينا، يا ام يوسف الاناني لما تيجي مشكله في البيت وعايزين نحلها بنعمل المشكله لكن مش بندخله فيها، بنخليه هو بعيد عشان هو الفضول عنده يقتله ويحاول يخش. الاناني يا ام يوسف لما تبقى في مشكله في البيت حاولي تفهمي الكلام اللي بقوله كويس. لما تكون في مشكله في البيت ومعانا حد اناني اعملي المشكله وما تقوليلهوش عليها، يعني حاولي تحلي المشكله وسيبيه من بعيد ما تدخلوش فيها، بس حاولي من بعيد تحسسيه ان المشكله هتاثر فيك هترجع عليك انت بخساره. لو مشكله ماديه هتدفع من جيبك، لو مشكله في السمعه هتنطك انت في السمعه اكتر من اي حد وهتمسك انت اكتر من اي حد. الاناني هنا هيتدخل بسرعه ويحاول يحل الموضوع، ومش بجهد ده هيحاول يحل بسرعه جدا وهيحله على فكره، لان الموضوع كده هنا احتك بيه، احتك بالاناني. فتخلي بالك يا ابن يوسف لو مشكله في البيت هنحاول نحلها ومش هنقول له، الفضول هيقتله ان هو يعرف، مجرد ما يحب يعرف نقول له اه المشكله دي لو ما اتحلتش هتمسك انت في السمعه، لو ما حلتش المشكله دي لو ما اتحلتش هتمسك انت في الفلوس، انت اللي هتغرم، انت اللي هتدفع، انت اللي هتبقى وحش في وسط الناس. الاناني هيشتغل بسرعه لان انت عرفت حتته فين واديتها له، عرفت حتته فين واديتها له. بالنسبه للمسؤوليه يا ابن يوسف هنجيبها عن طريق تاني، مش عن طريق ان خدش لي المسؤوليه مره واحده، لا. ايه رايك لو انت مثلا شلت بس معايا بس موضوع البيت مصاريف البيت بس، ايه يعني من بعيد شاركني من بعيد، وتحاولي انت وتعملي الموضوع ده ترجعي على تغذي روحه هو بقى وتديله الحته بتاعته الاحتياج بقى عشان خاطر الاناني يشبع منها، اللي هو ايه، انت اللي ظبطت مصاريف البيت، انت اللي ظبطت الكلام، انت اللي ظبطت الدنيا. الاناني هنا هيتعامل معاك بسرعه. معانا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا مشكلتي مع حماتي، انا اول ما يعني انا عايشه في مكان بعيد، يعني حضرتك عندك كام سنه الاول؟ عندك كام سنه يا فندم؟ 26. الجواز ده قد ايه؟ 3 سنين. ولحقت عملت مشاكل مع حماتك؟ لا لا ابدا، يعني حاجه بس كانت مضايقاني. لا اتفضل يا فندم. هي ست كويسه جدا من كل حاجه. بس المشكلة إن أنا أول ما اتجوزت كنت يعني بحب إن أنا أساعدها وأعمل كل حاجة وأجي على نفسي عشان بحس إن ده بيرضيها أو ده بيبسطها رغم إن هي عندها بيت. فأنا مشكلتي إن أنا خلاص أنا وصلت لمرحلة إن أنا لا، أنا مش هقدر أجي على نفسي خلاص، يعني في نفس الوقت عايزة أساعدها ومش قادرة برضه أجي على نفسي لأن أنا ليا بيت، أنا بروح لها مثلا يوم في الأسبوع. واللي بيضايقني اكتر ان هي عندها بنت، هي بتقول لها قومي بس البنت ما بتقومش، بس ده مش ذنبي يعني ان انا ايه، يعني انا اللي عليا كل حاجه او ان انا اعمل كل حاجه عشان ارضيها. حضرتك ماما عايشه؟ مامتك عايشه؟ مامتي عايشه. اه طيب كويس، اتفضلي. فهل فبحس بالذنب، بحس ان انا يعني طب ده هيتردي، يعني ده انا اخدها من الجانب ان انا بعلم نفسي، طب ما انا هيتعمل فيا، طب ما انا هيجرالي كده، دي برضه ست كبيرة، هي يعني مش ست كبيرة قوي يعني عندها حاجة و50، يعني مش اللي هي تقدر تغني نفسها. بس فأنا هي كل مشكلتي معايا إن أنا يعني طيب عندي إحساس بالذنب، هل هي حاسبني إن أنا ما عملت ما ساعدتهاش؟ لا، رد فعل الزوج إيه؟ هو بصراحة دايما بيقول لي اللي تقدري عليه وما تبصيش على نفسك، بس بحس إنها ساعات بتفرض عليا حاجات تقوم هي عاملاها قدامي عشان انا اقولها لا يا ماما طب سيبيها انا هعملها. هي ما بتطلبش مني، هي ست كويسه ما بتطلب، بس بحس انها بتتضايق، بتعمل حركات معينه تبين لي انها بتعمل يعني عايزاني ان انا اعمل الحاجه. هي بس دي مشكلتي معاها. هي لما انت بتساعديها او بتعملي الحاجات دي في البيت مثلا بتشكر فيكي وتقول لك انت كده كويسه وربنا يخليكي؟ كانت في الاول لكن اعتادت. فخلاص بقى طبيعي. بقى مش طبيعي ان انا ما اعملش. بقى حق مكتسب. ايوه بقى حق مكتسب. بقى حتى ما بقتش تقول لي حاجه. بقى الموضوع انت عملتي كويس النهارده انا عايزه بكره احسن. بس ف طيب الموضوع ده بيتم يوم واحد في الاسبوع. يوم واحد في الاسبوع. فانا لجأت بطريقه ان انا ابتديت ان انا اتهرب ان انا اروح. هي طبعا عايزاني نيجي وكده عشان بنتي وكده وتشوفها. ف انا مش عارفه. طيب انت لما بتروحي عند حماتك بتروحي من اول اليوم ولا مثلا نص اليوم؟
يعني مثلا ساعات من الظهر هي تيجي تاخدني الظهر على حسب، يعني مش شرط من اول يعني بس المهم ان انا لازم اروح اعمل اي حاجه. انا ما بحبش تقعدي. بس فانا هل ده ربنا يحاسبني ان انا مثلا؟ هو ان شاء الله ربنا يحاسبك حساب كويس وخير، لان طبعا انت بتساعدي حماتك زيها زي مساعده الام، خاصة ان زي ما بتقولي بقى هتبدلك بعدين، لان بنتك اصلا لما هتشوف الوضع ده فيكي هتتربى على كده وهتعمل نفس الموضوع. جميل. الحاجة الثانية، الحاجات اللي انت ممكن دي انا عايز اقولها لك، خلي بالك الزوج بيبقى واخد باله منها كويس جدا. ممكن حضرتك في البيت تعملي موقف يضايقه هو ما يقدرش يكلمك عليه عشان انت بتخدمي ماما، خلي بالك. او ممكن هو يقول لك ما تجيش على نفسك وما تعمليش، بس هو من جواه فرحان وبيتباهى بيكي ان انت بتعملي كده. ايوه بيعمل كده. اما الام اللي هي ام هو، هي دلوقتي اعتبرتك بالفعل زي بنتها، وبالتالي الموضوع ما بقاش فيه تكليف انها تقول لك شكرا انت عملتي اللي ما اتعملش والكلام ده. هي شايفه ان انت المفروض تعملي زياده لان انت خدتي ابنها وفي نفس الوقت بقيتي بنتها. طيب الحاجه الثانيه، هي لما تيجي بتكلفك بشغل او هي مثلا قالت تنفض قدامك عشان انت تقومي تنفضي، هي الموضوع بالنسبه لها اللي ممكن تكون اللي عايشه معاها مش قادره، يعني انت عارفه النهارده الدلع بقى كتير قوي. ايوه البنت النهارده بتفصل الدلع لما تتجوز. اه انت فاهماني؟ لكن اللي عايزه اقوله لك طول ما انت مش مقصره في حقها، ربنا يجازيك ان شاء الله خير واكيد هيتربي لك فيما بعد بالموضوع دوت، لكن حاولي ان انت تكوني بره بيها، لان برك بيها هيفرق ان هي تعامل ابنك انت او بنتك كويس، خلي بالك، وتبقى تكون انت محببه ليها فيما بعد. يعني ممكن هي لو تعبت او مرضت او حصل لها حاجه صدقيني مش هتطلب غيرك ان انت اللي تعالجيها او تشيليها. يعني خلي بالك ان الموضوع كويس، فانت ما تحاوليش تهربي قوي وما تحاوليش تقربي قوي. يعني خير الامور الوسط، ان هي يوم في الاسبوع بس ممكن اروح، يعني تيجي تاخدني من بعد الظهر. والحاجات اللي موجوده بدل ما انت تخلصيها بسرعه خلصيها على الاقل من مهلك، بس تدريجي. حضرتك فهماني؟ يبقى احنا كده مسكنا العصايه من النص وعملنا الوسط، وفي نفس الوقت جوزي فرحان باللي انا بعمله عند والدته. لان انا بتضايق نفسيا ان انا بلاقي ان في بنت كبيره وفي الكليه وما بتعملش حاجه. حضرتك دي بتاعتك انت، انت تقدري تقوليها قومي يا فلانه اعملي معايا، قومي عشان اعلمك، قومي عشان كذا. صدقيني الموضوع هيجي. انت مدركه الامر، قومي اعملي كذا، طب بصي انا هعمل كذا وانت اعملي كذا، طب بسرعه انا هغسل الاطباق وانت الاطباق ونشوف هتعملي ايه، فنحاول نقرب المسافه. ايوه انت واخده بالك؟ مره في مره الام هتاخد بالها ان انت بتحاولي تقومي بنتها او تحاولي تشغليها. وكمان يا دكتور بزعل، طب انا بساعدها كويس قوي، طيب لما باجي اقصر في حاجه بحس انها بتنسى كل حاجه وتفتكر ان انا لا ده انا هربت من الموضوع ده، لا ده انا مثلا ما عملتلهاش الاكل النهارده وكسلت. ده طبيعي. بحس انها بتنسى كل اللي فات. ده طبيعي. الحاجه الاخيره. هقول لحضرتك على حاجه. ده طبيعي بهدف، حضرتك دلوقتي لو زوج حضرتك الشهر كله بيعامل كويس وكويس معاكي، وجي في يوم دخل اتنرفز عليكي. انت كل شويه تيجي تتنرفز عليا، هو انا مفيش غير اللي تتنرفز عليا؟ ده طبيعي. ده لان هي شالت التكليف واعتبرتك انت البنت او اعتبرتك انت القريبه ليها. ايوه. فانت المفروض الكلام اللي انا قلته لك ده كله تحطيه قدامك وفيديه وفكري فيه كويس، ولحظه كده هي بتعاملك ازاي هتلاقي، بصي للموضوع من ناحيه الحب، ما تبصيلوش من ناحيه ان هي بتستغلبي، ما تبصيلوش من ناحيه ان هي وصولية او ان هي بتحاول ان هي تخليني انا اللي اعمل وانا اللي اكتر من بنتها. اللي عايزه لان لا هي بصراحه عايزه بنتها كامل، بس هي بنتها اللي بتتدلع، فما صدقت حد يعني يريحها. انت بقى انت المفروض دلوقتي في الوقت الحالي تقول لها يا ماما احنا عايزين نخلي فلانه تساعد في شغل البيت عشان خاطر بكره يبقى لها بيتها. بكره كده انت فعلا قربتي ليها اكتر وعرفتيها التاثير جاي منين، وفي نفس الوقت ان انت خايفه برضه على البيت وخايفه على البنت اللي هي عمه الاولاد، فبالنسبه لك الموضوع انت منها، فحاولي ان انت تشركيها يا ماما بكره تتجوز وبكره هيبقى عندها حامه تخدمها وبكره تبقى عندها ماما تخلي بالها منها. كل ده انت لو قلتيه عبري عن افكارك بوضوح، قلناها قبل كده، يعني تعبري عن اللي بيمشي جوه دماغك بس بوضوح بطريقه الكلام، تقربي منها اكتر، بس حاولي ان انت تعملي الكلام ده كله في يوم انت شغاله فيه كويس في البيت. يعني ما تقوليش للبنت اعملي معايا حاجه
وبعد ما تخلصي شغلك خالص وبعد ما تعملي كل حاجه تقولي لها ماما اللي هي عتاد بسيط عندك، ايه هو يا حبيبتي يا ماما مثلا فلانه شافتني انا وشغاله ما جاتش ساعدتني، خلي بالك يا ماما ده هي بكره يبقى عندها بيت وبكره هتعمل وهتتعلم ولازم تعرف تطبخ ولازم ولازم، فاهمه؟ بالفطره كده وبالحنكه هتعرفي ان انت تكسبي الاطراف كلها. لكن ما تبصيش الموضوع ضغط نفسي وما تبصيش للموضوع ان هو بيأثر عليكي. لو عملتيه بالحب زي ما بقول لك كده بالبلدي كان مثلا بيقول لحبيبك مش عارف تعمل له ايه وتبلع له ايه، يعني مش متذكر كويس، بس انت لو عملته له بحب وفخر انت اللي هتكسبه. حلو. اتفقنا؟ اتفقنا. اعملي دوت وان شاء الله تتصلي بينا تقولي لنا ان انت فعلا كسبتي، واللي هي عامه الاولاد بتعمل معاكي الحاجه وانت بقيتي المصدر الاساسي عندهم للضحكه والبسمه والتفاؤل. متشكره. ان شاء الله. اتفضلي يا فندم. طيب وما زال العرض مستمر، المشاكل والفراسه والادراك وحاجات كتير قوي. طيب لما نقول الثقه بالنفس مش هتكلم فيها من البدايه، لكن احنا المفروض نكون واثقين من نفسنا. المتفائل متفائل. انا متفائل، ما ينفعش حد ياثر عليا، ما ينفعش حد يخليني متشائم. وبرضو نقول بما ان في اخ فاضل استاذ مصطفى اتصل بينا مدرب التنميه البشريه، احب اقول له ان هو لازم يتدرب لكي يكون مدرب، لازم يتدرب عشان خاطر يكون مدرب. طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني الفضل يرجع لدكاترتنا واساتذتنا بعد الله عز وجل ان هم علمونا ودربونا وخلونا نقدر ازاي ندرب وازاي نقدر نوصل المعلومه ببساطه جدا للي قدامك عشان يتعلمها. يعني الغرض ان احنا جايين النهارده بنقول علم الفراسه، احنا مش عايزين ان احنا نعلمه للناس كده، احنا عايزين الناس تتعلمه عشان تستفيد. وبنعتبر ده الحمد لله يعني رب العالمين، يعني زي ما بيقول ايه لله عز وجل، ونتمنى ان الله طبعا يقبل مني ومن الاعداد ومن القناه، لان احنا ربنا يعلم بنجتهد قد ايه، وهم الناس كمان اللي ورا الكواليس كتير بيتعبوا. طيب المفروض ان احنا النهارده بالنسبه للمدربين التنميه البشريه استاذ مصطفى يبقى هو واثق من نفسه وما ينفعش ان هو يعنف نفسه، لان خلي بالك حضرتك لو اتعلمت الامر وما طبقتوش على نفسك هيبقى عندك عجز فيه ومش هتطور نفسك فيه ومش هتبدع وتحط لمستك فيه. طيب في حاجه جميله قوي نقولها لكل المشاهدين، معلمك جزء من علومك. معلمك جزء من علومك، يعني انت النهارده لو رحت للدكتور الفلاني او رحت للاستاذ، الاستاذ علمك كل العلم اللي هو اتعلمه، هو جواك انت بقى جزء. ورحت للاستاذ تاني اداك كل العلوم اللي هو اتعلمها بقى جزء تاني. المهم ان انت بصمتك فين، زي ما احنا على طول بنقولها كده ومستمرين فيها، الخطى على خطى الناجحين يؤدي الى نجاح مكرر. يعني انت حضرتك لما بتمشي على خطوه حد ناجح تجيب حياته يبقى هو مثلك الاعلى ومرجعيتك يا استاذ مصطفى، وتحطه قدامك وتعمل زي ما هو بيعمل، بينام بدري بينام متاخر بيذاكر بيقرا 20 كتاب في اليوم، بيعمل التصرفات، بينزل يمشي ساعه، بيتنفس بانتظام، بياكل كويس، بيبعد، بيعمل. من هنا مرجعيتك وهدفك، بتمشي على خطواته بتنجح، لكن نجاحه هو. فباجي في النهايه بقول لك يا استاذي، اول ما توصل لنجاح بتاعه في النهايه اعمل اللمسه بتاعتك واستدير واطلق نجاحك. اعمل اللمسه بتاعتك في نهايه النجاح واستدير واعرض نجاحك. ده بالنسبه للنجاح. طيب بالنسبه للتفاؤل، بالنسبه للتفاؤل ده المفروض قلنا قبل كده ان انت تبقى ماشي اصلا الابتسامه مرسومه على الوجه بتنوره والله، يعني تبقى ماشي كده بتضحك او مبتسم كل اللي قدك. طبعا بخلاف ان ممكن انت تمشي مكشر او سرحان مش واخد بالك، لكن ما تبقاش السمه اللي متغلبه عليك ان انت مكشر. اضحك، ابتسم، خلي الناس تقابلك تقول لك ان انت ودود، ان انت كويس، ان انت حلو، ان انت هم بيسعدوا بقعدهم معاك. اي حد يكلمك عن الالم كلمه انت عن الامل. يعني اي حد يقول لك الدنيا هتبوظ، الوضع البلاد، وضع الكلام، الناس، قول له بكره احسن وربنا رايد خير واكيد التاثير من عندنا واكيد بكره احسن واكيد بكره احلى، حتى لو انت فاقد ده. يعني حتى لو انت فاقد ده، لان انت مجرد زي ما قلناها برضه في الثقه بالنفس، مجرد ما انت بتساعد الاخرين وبتقدر ان انت تقنعهم، انت بتقتنع معاهم وبتزيد ثقه. يعني انت كمان بتقتنع معاهم وبتزيد ثقه. يبقى تخلي بالنا التفاؤل موجود، يبقى احنا متفائلين. ممكن نتعلم التفاؤل مفيش مشكله، ممكن نتعلم الفراسه مفيش مشكله. اي حاجه حد عملها في العالم تقدر حضرتك تعملها، لان انت عندك نفس مميزاته. بس احنا متفاوتين في بعض الحاجات،
انا عندي نسبة الثقة 5%، غيري 7، غيري 10، غيري 100، لكن موجودة. انا عندي الذكاء نسبة 5، غيري 7، غيري 10، لكن موجودة. بالتدريب، بالمهارة، بالتعليم نقدر نغير كل ده. طيب بالنسبة للأزواج والزوجات اللي احنا بنبقى حريصين عليه، استخدمي بسرعة 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 قانون الشيء وضده، قانون الشيء وضده. طيب النهاردة انا اتكلمت عليه بعصبية، الموضوع عمل خلاف، ممكن يحصل طلاق، ممكن يحصل انفصال، يبقى بسرعة اعمل الضد للانفعال، اكلمه بالراحة، اكلمه وانا مش غضبانة، اكلمه بلهجة غير اللهجة اللي بكلمه بيها، ابدأ تليفوني ايه يا حبيبي، مردش قرري، مردش قرري، ايه حبيبي وحشتني، إيه مش كلمة حلوة، مش عارف، انت على طول كده ماشي في كلامك، انت بتتكلم مع الناس اللي بره اكتر من اللي جوه، انت فظ مش عارف ايه، كل ده ملوش اي لازمه، كل دوت انت بتكبر المشكله. فبسرعه بسرعه بسرعه استخدم قانون الشيء وضده، الشيء وضده. بارك الله فيك، انت النهارده عملت لنا حاجات كويسه والله، الحاجه اللي انت جبتها دي فعلا كنا محتاجينها، انت عرفت منين؟ هو انت قريت افكاري ازاي؟ هو معقوله يكون انت بتحبني كده عارف افكاري بسرعه؟ هو الكلام كده، الشيء وضده، الشيء وضده، اديله حتته، اديله بتاعته. قاعد يومين بره البيت، 3 ايام، 5 ايام، 6 ايام، جه والله بيت كان مدلل من غيرك. الناس كلها سالت عليك، بابا سال عليك، ماما سالت عليك، والولاد سالوا عليك، وطبعا بخلاف ان انا كنت حاسه ان انا في حاجه ضايعه مني، نحاول ان احنا نقرب المسافات. طيب كل ده بيعمل ايه في المشاكل الزوجيه؟ اهم حاجه في المشاكل الزوجيه بننبه عليها للسيدات، ابعدي عن التركيز المشكلات. اوعي تركزي على مشكله. قانون التركيز قلناه قبل كده كتير، يفقد ما قبله وما بعده. قانون التركيز يفقد ما قبله وما بعده. انا ركزت على جوزي في التليفون، كل ما اتصل بيني مشغول. صدقيني مش هتصل دي مره لما تكون مشغول. عارفه ليه؟ لان انت ركزتي. التركيز انا ركزت عليه على طول متجاهلني، انت ركزتي فنسيتي اي حاجه تاني، حتى لو هو عمل خلاف ذلك انت مش شايفاه لان التركيز مش موجود. لو جربنا الموضوع دوت ومدى مصداقيته ومدى صحته، لو حضرتك نفسك تشتري اي حاجه في الدنيا، عبايه، نظاره، ساعه، عربيه، وقلت كده عايزه مثلا ايه، ساعه لونها ذهبي، الفص اخضر، فص احمر، تاكد هتمشي في الشارع اللي هتبص على دي هتشوف نفس الساعه، اللي هتبص على الباترين هتلاقي نفس الساعه، بناء على قانون التركيز عند حضرتك. يبقى من هنا يا جماعه للسيدات وللازواج وللبنات، بلاش قانون التركيز، بلاش قانون التركيز، لان التركيز بيفقد ما قبله وما بعده، خلي بالكم من الموضوع ده. طيب بالنسبه كمان مشكله كانت بتقابلنا كتير في الحياه الزوجيه اللي هي ايام الخطوبه ما بترجعش. لان الخطوبه بترجع بس انت اللي مش واخد بالك. مش واخد بالك ليه؟ لان احنا اصلا في قانون الخطوبه بيبقى حاجه اسمها قانون الانجذاب. احنا الاثنين منجذبين لبعض. احنا الاثنين لسه عارفين بعض. احنا الاثنين عايزين نبين المحاسن اللي جوانا لبعض. اتصل اليوم كامل، وده من ضمن الاخطاء، بتعرفوا خطوات بعض، يوم بعض بتعيشوه بالتليفونات، ويجي يحصل مشكله، نبعد عن بعض، يبتدي الجفا ويبتدي القسى يزيد. خلي بالكم من النقطه دي، الحب مش تليفونات، الحب مش تليفونات. طيب لما نيجي نقول اني انا في بداية الخطوبة بكون منجذب ليها وهي منجذبة ليا، أنا لابس أحسن لبس وهي لابسة أحسن لبس، أنا بحط البرفان اللي هي شمته معايا أول مرة وحبته وهو كذلك، ونيجي نقعد في كافيتيريا وقلنا قبل كده كتير قوي جدا قانون الإنجذاب، تشربي إيه؟ تشرب أنت إيه؟ نشرب زي بعض، إحنا عايزين الحياة دي مستمرة. لكن بعد موضوع الإنجذاب بنخش في موضوع الجواز، بيحصل تتبع، أنا فهمت إن أنت فهمتني وأنت فهمت إن أنت فهمتني، وهما الاثنين ما فهموش بعض. يعني المشكله ان هما الاثنين ما فهموش بعض، وبناء على ان هما الاثنين ما فهموش بعض بيطلع لنا حاجه جديده جدا جدا اسمها التوقع. انا متوقع ان هي فهمتني فهتعملي الاكل بالطريقه اللي انا بحبها، سيادتك غلط. هو فهمني هيبقى رومانسي معايا لان انا رومانسيه، سيادتك غلط. ما حدش فينا عرض افكاره بوضوح، كلنا احنا ما حدش فينا عرض افكاره بوضوح، بناء عليه المشاكل اللي بتجيلنا دي كلها. طيب لو احنا بقى استخدمنا قانون واحد بس من ضمن قوانين الثقه بالنفس، ان احنا لينا مرجعيه. مرجعيتي صاحبتي الكبيره، اختي الكبيره، ابويا، خالي، عمي، ونروح نقول له المشكله، تاكد ان هو هيعمل معاك كالاتي، هيديك الخطوات الصحيحه اللي تمشي عليها، لان هو عايز سعادتك، هو عايزك تبقى سعيد، فخلي بالنا من المشاكل دي.
طيب المشاكل الكبيره الاكبر اللي هو يمكن حد كلمني معانا مشكله كبيره من المشاكل اللي حد كلمني فيها اللي هي الاطفال اللي النهارده كبروا وبقى عندهم انفصام في الشخصيه. او تقريبا حد ذكر لي حاجه كده بسيطه النهارده يمكن ضايقتني شويه ان طفل ابوه ضربه فنام فصيح الصبح عنده شلل رباعي وقصص كتير كده وسبع ثمان عمليات. ليه ليه ليه؟ ليه؟ ليه ده كله مع اولادنا؟ ليه كل دوت مع نجوم المستقبل؟ ليه ده كله مع اميرات بكره؟ احنا بناتنا مفيش اغلى منهم، واولادنا مفيش اغلى منهم، احنا بنتعلم عشان خاطر نطلع جيل طرح جديد. ولادنا اتولدوا لزمن غير زماننا، فلازم نبقى عارفين ده، ولازم نبقى احنا قريبين ليهم. نتابع ولادنا، نشوف ولادنا، وبرضه نتابع زوجاتنا، نشوف زوجاتنا، وبرضه ازواجنا يتابعوا زوجاتهم، اللي هو بيحب يلبس ايه؟ بياكل ايه؟ بيشرب ايه؟ الحاجات الصغيره دي وراها حاجات كتير. الحاجات الصغيره وراها حاجات كتير. في بعض الازواج ما يحبش حد يساله انت مالك؟ انت مالك في ايه النهارده؟ انت مالك في ايه النهارده؟ هو كتوم ما بيحبش يتكلم، هو من النوع الصامت سايلنت. فالتمس دي في ازواجكم. وكذلك الابناء، نحاول ان احنا نقرب لابنائنا كتير، ونحاول ان احنا نشوف الطرح الجديد اللي طالع، ونشوف ايه الوضع. وان شاء الله هنحاول نكلم اداره القناه ان احنا نعمل حاجه عن الادراك. والادراك طبعا كتير جدا، الادراك منه ادراك العقل والفهم، لان هو الادراك نوع من انواع الفهم طبعا، او هو اول انواع الفهم. وادراكك ان انت ما ادركتش دوت ادراك، او ادراكك ان انت ما فهمتش ده ادراك. لكن في النهارده موضوع جديد عندنا اللي هو الادراك، الخدعه البصريه. الخدعه البصريه بمناسبه ان بيحصل النهارده اكتر من مجال السحر والدجل والشعوذه والساحر. يقول لك ان انا دلوقتي اقدر اعالج لان انا بعمل حاجات بخفيها وبعمل حاجات بجددها. وده يمكن مش موضوعنا النهارده، لكن انا ذكرته لان ان شاء الله يهمنا اتصالات حضراتكم على موضوع الادراك، واستفساراتكم على صفحه القناه اللي هي صفحه نصايح نص الليل على الفيسبوك، صفحه نصايح نص الليل. يهمنا ايه هو اللي يهمكم في لعبه الساحر، وايه هو اللي يهمكم في لعبه الادراك، ويعني ايه ادراك، ويعني ايه انا اشوفك صغير، ويعني ايه انا اشوفك كبير. دي ماده علميه هنعملها لكم برضه على القليل. طيب الادراك بيفيدك في حياتك الزوجيه؟ الادراك هو الفهم. ده بسيط جدا بالعاميه جدا ان احنا نقدر كلنا نتكلم عليها. الادراك هو الفهم. طيب ان انا النهارده لو ادركت زي ما انا كنت بقولها على طول، ادراكك رايك، رايك فيا لا يدل عليا، ده من الادراك. ان انا ادركت انا مين؟ انا فاهم انا ايه؟ فرايك فيا لا يدل عليا، ده من الادراك. طيب ان انا ادرك ان انا عندي بيت، ان زي السيده ام يوسف اللي اتصل بينا، هي مدركه ان احنا الاوصاف اللي قلناها هي دي اوصاف الشخص اللي هي اتكلمت عليه. الادراك برضه نفس القصه، الاستاذه اميره اللي اتصلت زمايلي، والتشاؤم والتفاؤل، هي عارفه ومدركه قد ايه المدى هيعمل ايه بعد كده. ان انا لو فضلت مع اصدقائي، اصدقاء السوء او اصدقاء اللي هو ده كويس، ان انا اصدقاء تشاؤم بس مش اصدقاء سوء. هي مدركه جدا المدى البعيد هيحصل ايه. فالادراك، الادراك، الادراك، الادراك كتير، والادراك كذا نوع. لكن في ادراك حسي، في ادراك بصري، لانه مصنف، مصنف كمان علميا يعني. فده بالنسبه للادراك. ان شاء الله هنكلمكم في الحلقه الجايه، واشوف وشكم على خير، ويا رب اكون امتعتكم لان انا استمتعت بوجودكم معايا واتصالاتكم الجميله. واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من أمي والأمل لا تريحونا.